أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي من أجل شراكة اقتصادية متجددة بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمتعاملين والمستثمرين لكلا البلدين، حيث يتناول المنتدى على مدار يومين فرص الاستثمار في الجزائر على ضوء قانون الاستثمار الجديد. الوزير الأول أكد بالمناسبة أن أولويات الحكومة هي تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة. الوزيرة الأولى الفرنسية أكدت من جانبها أن المؤسسات الفرنسية حاضرة للمشاركة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. إن المحاور التي سيناقشها المشاركون أثناء ورشات هذا المنتدى تشكل فرصا للشراكة في قطاعات متعددة، كما تندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل، وذلك في إطار المخطط الشامل للإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2020 تنفيذاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. من أجل السير في هذه الديناميكية التي يعرفها بلدنا، لابد من خلق محيط جيد للمستثمرين وللعمل والاستثمار والتعاون، وتسهيل كل ما هو إداري للمضي قدماً. وأعلم أن الجزائر انطلقت في برنامج اقتصادي متنوع وطموح، ولهذا فإن المؤسسات الفرنسية حاضرة للمشاركة في هذه الحركية، وإعلان الجزائر قدم قائمة من القطاعات المستقبلية، وأنا مقتنعة أن هذا التعاون الجزائري الفرنسي سيكون مصدر نجاح كبير.